هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، نلتقيكم في مسار السوق. الزميلة حفيظة البشاري وأنا رولا تراوني، ويبدو أنه الأسواق الخليجية لم تستعد بعد عافيتها بعد الأجازة العيد، يعني كنا نتوقع فقط بداية الأسبوع لكن تستمر هذه السمة حتى ثاني جلسة تداول لها. صحيح رولا، أيضا لاحظنا قيمة التداولات ضعيفة في معظم الأسواق باستثناء البيع الذي لاحظنا اليوم في قطر والسيولة المرتفعة. سوف نقف إذن على تداولات هذا اليوم ومسار الأسواق الخليجية، ومشاهدينا نبدأ المسار بجولة حول أبرز العناوين. هبوط حاد للمؤشر القطري دون مستويات 10200 نقطة وهو الأدنى منذ نحو شهرين وسط بيوع محلية وتجاهل للإدراج على مؤشر فوتسي غدا. القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي تقفز إلى أكثر من 440 مليار درهم بالأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وسوق دبي يدرس إدراج 5 شركات في المستقبل القريب. إعمار العقارية تبيع المرحلة الأولى من إعمار الجنوب بالكامل، والشركة تدرج صكوكا في ناسداك دبي بقيمة 750 مليون دولار. إذن مشاهدينا نلقي نظرة على إغلاقات الأسواق الخليجية العاملة خلال هذا اليوم. سوق الكويت المالي كنا ببعض التراجع والعمليات البيعية على الأسهم القيادية، لكن مع قرب نهاية الجلسة لاحظنا بقيادة زين الكويت يعود المؤشر إلى ارتفاع بقرابة نصف النقطة المئوية. السعر أيضا اكتسب أقل من 10 نقطة المئوية مع نهاية الجلسة، والوزني ارتفع بقرابة 14 مع نهاية جلسة تداولات اليوم. مؤشر سوق دبي لاحظنا اليوم على بعض الهدوء بأداء عرضي، لكن إعمار وبعض الأسهم الثانية كانت بدعم إيجابي للمؤشر، رغم أننا لاحظنا عمليات بيعية على GFH، وبالتالي استطاع مؤشر دبي الارتفاع بنقطة واحدة أو نقطة ونصف مع نهاية الجلسة عند 3484 نقطة. لا زالت أيضا عمليات البيعية في سوق أبوظبي المالي اليوم، لاحظنا بعض التراجع للمؤشر الذي كان بمكاسب مع منتصف الجلسة لم يستطع الحفاظ عليها وتراجع مع الضغط الذي كان على سهم الاتصالات بحوالي 3 نقاط عند 4482. على العموم شهية التداولات في الأسواق الإماراتية تعتبر أفضل مقارنة مع بقية الأسواق الثانية. نلقي نظرة أيضا على مؤشر بورصة قطر الذي اليوم أيضا السيولة مرتفعة 1.270 مليار، أكثر من 270 مليون ريال قطري هي قيم التداولات في السوق القطري، لكن تعتبر معظمها سيولة بيعية وخاصة على أسهم قيادية في البورصة في قطر، وبالتالي هذا ما جعل المؤشر يتراجع بأكثر من 419 نقطة، فقد 3.9 وعند 10152 نقطة. مؤشر سوق مسقط أيضا اليوم الضغط كان عليه وبالتالي تراجع مع نهاية الجلسة بحوالي 16 نقطة عند 5762. إذا الأداء متباين، لكن على العموم لا زالت شهية التداولات في الأسواق الخليجية تتصف بالضعف. ارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 لتبلغ 441 مليار درهم. نتابع المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. تحديات عدة حملتها الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام لأسواق الأسهم في معظم أرجاء العالم، لتتكبد بعضها خسائر كبيرة وتتمكن أخرى من الحفاظ على مستويات أداء جيدة بالحد الأدنى أو حتى بشكل عام على أقل تقدير. سوق أبوظبي للأوراق المالية لم تكن ببعيدة عن هذه الظروف، إلا أنها تمكنت وعلى الرغم من ذلك من تحقيق أداء جيد انعكس بارتفاع رسملة السوق خلال الثمانية الأشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 441 مليار درهم مع نهاية أغسطس، محققة بذلك مكاسب سوقية بلغت 30 مليار درهم مع نهاية أغسطس. قطاعي البنوك والاتصالات وبطبيعة الحال استحوذا على 369 مليار درهم من القيمة السوقية لسوق أبوظبي، وبما يعادل 84% من إجمالي القيمة السوقية. كان نصيب قطاع الاتصالات منها نحو 172 مليار درهم، والبنوك نحو 198 مليار درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري نحو 25 مليار درهم، وقطاع الخدمات نحو 11
10 مليار درهم. التحسن في أسعار الأسهم منذ بداية العام الحالي كانت العامل الأهم وراء نمو القيمة السوقية لسوق أبوظبي المالي، وذلك بحسب ما أفاد به الرئيس التنفيذي للسوق، في حين كان لقيمة التوسعات والتي وصلت إلى 22 مليار درهم في العام 2015 دورا بارزا في زيادة جاذبية السوق لدى عموم المستثمرين، وذلك في ظل محافظة الشركات على سياسة ثابتة في توزيعاتها على المساهمين. وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم إن السوق يناقش مع المجموعة العائلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية وأيضا الشركات المساهمة الخاصة أهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق المالية والسوق الثانية، موضحا أن عشرات الشركات أبدت اهتماما بالإدراج، ومشيرا إلى أن السوق يجري مناقشات مبدئية مع 5 شركات من المقرر أن يتم إدراج بعضها في المستقبل القريب. أعلنت شركة إعمار العقارية عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من منازل أوربانا ضمن المرحلة الأولى من مشروع إعمار الجنوب. وكانت شركة إعمار قد أطلقت مشروع إعمار الجنوب بداية الشهر الجاري بالشراكة مع دبي الجنوب، ويمتد المشروع على مساحة 7 كيلومترات مربعة ويضم 15,000 منزل. وأيضا كشفت بورصة ناسداك دبي عن قيام شركة إعمار العقارية بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار، مشيرة إلى أن ارتفاع إجمالي الصكوك المدرجة بالبورصة إلى حوالي 45 مليار و600 مليون دولار. هذا وكانت بورصة ناسداك دبي قد أعلنت في أغسطس الماضي عن إلغائها صكوك لشركة إعمار بنحو 50 مليون دولار. وكان قد سجل سهم شركة شعاع كابيتال أعلى أداء له في 22 شهرا، حيث تمثل شعاع طبعا هي صانع السوق الوحيد في سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية. لمتابعة هذا الموضوع في العرض التالي زميلي لبنى فواز. أداء لافت لشركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي منذ بداية هذا الشهر شهر سبتمبر. لا ننسى بأن هذا الأمر تزامن مع انطلاق العقود المستقبلية والبيع الآجل في ناسداك دبي، وشعاع كابيتال ستكون صانع السوق لهذه العقود، ربما هذا ما أعطى دفعة لأداء السوق خلال الشهر الحالي. على كل حال، أداء سهم شعاع كابيتال طيلة السنة منذ بداية السنة حتى الآن رأينا بأنه كان يعطي أداء إيجابي، شهد منذ بداية السنة حتى الآن ارتفاعات بأكثر من 119%، ولكن فقط في شهر يعني 3 أسابيع الأولى من شهر سبتمبر يشهد ارتفاعات بأكثر من 37%. السهم حاليا عند أعلى مستوياته في نحو 22 شهر، وبالتالي السهم عند أعلى مستوياته في أكثر أو بحدود السنتين، وبالتالي هذه من الأمور اللافتة على أداء السهم خلال هذا الشهر تحديدا. كيف كان المتوسط اليومي لسهم وللتداول على سهم شعاع كابيتال؟ نبدأ تحديدا من حيث قيم التداول وانظروا الفرق، يعني إذا قارنا بين سبتمبر من هذه السنة والشهر الماضي أغسطس، نرى أن التغيير واضح ولافت للغاية، ارتفاعات ب 1172%، وبالتالي وصلت التداولات على أو قيمة التداولات على سهم شعاع كابيتال إلى أكثر من 22 مليون درهم مقارنة بأغسطس الماضي. أيضا بالنسبة لحجم التداول، يعني ارتفاع كبير ولافت في حجم التداول من حيث الأسهم، 989% من الارتفاعات وصولا إلى أكثر من 29 مليون سهم من التداول على سهم شعاع كابيتال مقارنة بأغسطس التي ربما لم تتجاوز 1,700,000 سهم. النسبة من إجمالي السوق لتداولات السهم على شعاع كابيتال، قيم التداول الارتفاع والتغيير وأيضا كم حازت من حجم التداول الكلي في سوق دبي المالي 6%، بالنسبة لحجم التداول أيضا حاز على 8% من التداول الكلي في سوق دبي المالي. كيف كان صافي تداولات هذا السهم خاصة من خلال المتداولين المختلفين؟ رأينا بأنه الإماراتيين كانوا الأكثر دخولا على هذا السهم وعمليات شراء ب 15 مليون سهم، أيضا كان هنالك عمليات شراء من الخليجيين ب 5 ملايين سهم، في حين أنه رأينا تخارج من قبل العرب والأجانب. العرب تخارجوا المستثمرين العرب ب 15 مليون سهم والأجانب أيضا بنحو 5 ملايين سهم، وبالتالي كان هنالك تباين على الدخول والخروج من هذا السهم. النتائج المالية لشركة شعاع
كابيتال، كان هنالك في النصف الأول من هذه السنة أداء سلبي، رأينا أن هنالك خسائر بأكثر من 78 مليون درهم في النصف الأول من هذه السنة لشعاع كابيتال مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية التي استطاعت تحقيق فيها بعض الأرباح. أيضا لا ننسى بأنه شعاع كابيتال لديها مديونية ولديها خسائر خسائر متراكمة تصل إلى 179 مليون درهم، والنسبة نسبة هذه الخسائر من رأس المال تصل إلى 17%، وبالتالي لم يكن أداء الشركة مرضي على الأقل للمستثمرين والمساهمين في النصف الأول من هذه السنة. بالنسبة للأصول أيضا رأينا تراجع لقيم الأصول ب 17% وصولا إلى 1.450 مليار مليون درهم في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية. أيضا بالنسبة لحقوق المساهمين كان هنالك تغيير ولكن تغيير سلبي، تراجعات ب 23% وصولا في النصف الأول من هذه السنة حقوق المساهمين إلى 880 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ما هي الأخبار التي طبعت أداء الشركة وساهمت في هذه الحركة النشطة على سهم شعاع كابيتال خلال شهر سبتمبر؟ سمعنا طبعا بأن مجموعة أبو ظبي المالية تعتزم شراء حصة مجموعة دبي البالغة 48% في شعاع كابيتال. هنالك موافقات، يعني أبو ظبي المالية طبعا اعتزمت الشراء وافقت، هنالك موافقة من مجموعة دبي المالية، ولكن هذا الأمر يتوقف الآن على موافقة الهيئات التنظيمية وهيئة الأوراق المالية لحتى إتمام الصفقة بشكل نهائي. أيضا كان هنالك اختيار شركة شعاع كابيتال كصانع سوق لعقود المستقبلية والبيوع الآجلة في ناسداك دبي، وأيضا هذا ما ساهم في الحركة اللافتة التي رأيناها على سهم شعاع كابيتال في الفترة الماضية تحديدا منذ بداية شهر سبتمبر الجاري. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. إذن مشاهدينا للحديث أكثر عن تداولات هذا اليوم في السوق القطري ينضم إلينا مباشرة من مكتب سي إن بي سي عربية من الدوحة السيد أو المستشار المالي حسام العنبرجي. حسام أهلا وسهلا بك. إذن نتحدث اليوم عن تراجعات، أهلا وسهلا، نتحدث عن تراجعات للمؤشر بأكثر من 3.9 أعشار وقيم التداولات 1.297 مليار مليون ريال قطري تقريبا. ما سبب هذه العمليات البيعية وخاصة أنها تتجه إلى أسهم قيادية؟ بالطبع يعني هناك حدث يعني قياسي في السوق أو حدث استثنائي في السوق عايشناه في أوقات سابقة مع ترقية مؤشر بورصة قطر في مؤشر MSCI. الآن يعاد نفس السيناريو ويعاد نفس الحدث ولكن على مؤشر الفوتسي. يوم غد سيتم ترقية مؤشر بورصة قطر على مؤشر الفوتسي، وهناك سيولة أجنبية كنا لاحظناها خلال الشهرين السابقين تدخل إلى السوق بعمليات شراء منظمة. باعتقادي هي من نتيجة هذه الترقية ونتيجة دخول هذا المستثمر الأجنبي الجديد إلى السوق. لذلك شهدنا في أوقات سابقة كان هناك لدينا بعض الارتفاعات ومن ثم عادت هذه بعملية جني أرباح مرة أخرى. لذلك هذا هو الحدث الاستثنائي اللي كنا عايشناه مرة أو مرتين سابقا نعود مرة أخرى ونتعايش معه الآن. يوم شفنا أحجام تداول قياسية نظرا للفترة التي كنا نعيشها خلال في عام 2016، اليوم وصل أحجام التداول إلى 1.3 مليار ريال قطري، وأيضا كان عندنا حركة على المؤشر ضمن نطاق يومي حوالي 4%، كمان هي يعني كانت حركة قياسية اليوم. كانت هذه الحركة كما أشرت تستهدف وبشكل واضح الشركات القيادية في السوق. طيب لكننا لا نجد أنه يعني ما يحدث ويسمى تحت دائرة جني الأرباح منطقي في ظل تقديراتنا للترقية إلى الفوتسي. يعني لماذا نأتي وأول ما نأتي به مثلا على الأسهم القيادية؟ يعني مثلا عندك من الأسهم اللي سجلت تراجعات قوية كان بروة العقارية. نعم، تفسيرك لماذا يأتي بهذه الحدة والمبالغة فيها؟ يعني باعتقادي لازم يجب أن نأخذ الفترة كاملة، خلينا من بداية شهر 7 الماضي عندما بدأ فعليا المستثمر الأجنبي بالدخول إلى السوق والبدء بعمليات شراء منظمة وإن كانت محدودة في ذلك الوقت، ومن ثم استمرت وتضاعفت لتصل إلى مستويات جدا مرتفعة في الإجازة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ولاحظنا السوق كان دخل في هذه الفترة في رالي من الارتفاعات
المتواصلة كنا كسب السوق أو مؤشر السوق حوالي 2000 نقطة أو 1900 نقطة تحديدا من مستويات ال 9500 نقطة إلى مستويات ال 11400 نقطة، وكنا حذرنا في وقت سابق أن هذه الارتفاعات المتواصلة لابد أن تعود مرة أخرى على السوق بعملية جني أرباح. قد ينظر لها البعض أنها عملية جني أرباح قوية أو حتى يعني يصفوها الآن يصفوها بعملية انهيار أو عملية بيوع أو عملية، هذا باعتقادي يعني ما زلنا ضمن عملية جني الأرباح المحدودة، وكنا عايشنا وشفنا هذا الشيء سابقا كما أشرت في الـ MSCI في عام 2014 كنا ارتفع السوق كمان في حوالي 60 جلسة بحوالي 2000 نقطة أو عفوا 3000 نقطة، ومن ثم عاد السوق ليخسر جزء كبير من هذه المكاسب، ولكن بفترة أخرى استطاع السوق مرة أخرى تعويض ما حدث. اليوم يعاد نفس السيناريو وإن كان على هبوط، يعني في عام 2014 كان السوق حقق قمة جديدة، اليوم السوق يعود ليسجل مستويات قريبة من 10000 نقطة بعملية هبوط كما أشرنا حوالي 1000 أو 1200 نقطة من أعلى قمة كان وصلها السوق عند 11400 نقطة، لذلك باعتقادي ما زلنا ضمن عملية جني أرباح، ممكن أن نتعمق لتصبح بعضا يعني بشكل أو بآخر عملية تصحيح، ولكن ما زال السوق يعني بحالة طبيعية، وما زال السوق أيضا مشجع على هذه المستويات السعرية باعتقادي مع قرب أعلان نتائج الربع الثالث وتوزيعات الأرباح في نهاية العام، يعني لا يوجد ما يبرر الهلع. هناك حالة استثنائية، المستثمر الأجنبي يشتري ومن ثم يبيع المحافظ. نعم هذا هو السؤال المحلية. طبعا هذا هو السؤال اللي كنت راح أسألك حسام، لماذا هناك بيع من طرف المستثمر المحلي في المقابل نلاحظ عملية شراء بالنسبة للمحافظ الأجنبية؟ يعني خلينا نفصل حاليا، بس بالنسبة للمستثمر المحلي أو المحافظ المحلية هي دخلت في طرف البيع من بداية شهر 7 الماضي وإلى الآن تبيع، حتى مع ارتفاع السوق وموصوله إلى مؤشر 11400 كان هناك عملية بيع متواصلة، وأيضا اليوم أو خلال الأيام السابقة قبل العيد واليومين جلستين اللي بعد العيد ما زال المحافظ المحلية هي في طرف البيع، والبعض يلوم عليها أنه لو تم إيقاف عمليات البيع مع السيولة الأجنبية الداخلة للسوق ممكن أن كان السوق يحقق قفزات جديدة ويصل إلى مستويات الـ 12000 نقطة، ولكن يعني تبقى في النهاية المحافظ المحلية تلعب في كثير من الأوقات صمام الأمان بالنسبة للسوق وتحمي السوق من تقلبات عنيفة إن كان ارتفاعا أو هبوطا، ولكن تبقى هذه المحافظ يعني هي محافظ ربحية وليست جهات اجتماعية تقوم بتوزيع الفلوس، ولكن هي محتاجة أن تحقق نتائج إيجابية، وقد تكون استغلت فرصة دخول مستثمر أجنبي كما يعني من بداية العام إلى الآن سيولة جدا شحيحة في السوق، قد تكون هذه المحافظ تحتاج إلى بعض السيولة أو تسهيل بعض استثماراتها ليس بغرض خلينا نسميها الخروج من السوق أو التخارج من السوق، ولكن بغرض إدارة استثماراتها بشكل عام، لذلك من الممكن أن تكون استغلت فرصة دخول مستثمر أجنبي يقوم بعمليات ضخ سيولة حتى تستطيع تسهيل جزء من هذه المحافظ وتعيد استثمارها وحتى تعيد مرة ثانية ضخها في السوق على مستويات جديدة أو حتى تقوم بعمليات بناء مراكز جديدة. طيب عندما نتحدث أيضا اليوم عن فرص الحكومة القطرية أنها تتيح المجال أكثر للشركات عن طريق عقود ومناقصات، يعني نسمع اليوم أنه على الأقل عندك 54 دائرة حكومية تسعى إلى طرح مناقصات، والحديث كان بأنه لن يسمحوا بعمليات إعادة الشراء وستكون مدة العقود أيضا يعني بين من سنة إلى 3 سنوات، هذا يعني يتيح المجال أكثر للشركات في قطر أنها تدخل في هذه المناقصات وتستفيد. القطاعات المشمولة في هذه الاستراتيجية الخدمات على رأسها، ولا ننفي حتى بقيت نعم تفضل، لأي درجة ممكن تكون مستعد الشركات اللي لا تجد لها أعمال أو لا تستفيد على الأقل من ملف المونديال والإنشاءات المتعلقة فيه من عقودها مع الحكومة ضمن هذه المناقصات بأسعار منطقية، يعني هي لا تطرح في السوق أسعار أقل من التكلفة الحقيقية لها؟
يعني هناك عدة أمور ترتبط بهذا الإجراء اللي تم الإعلان عنه اليوم. أولاً وهو الأول من نوعه يتم الحديث عنه ترشيد طبعاً. الإنفاق. نعم، أولاً عملية ترشيد الإنفاق وإدارة مشتريات الحكومية بشكل عام وإدارة العقود الحكومية أو الجهات شبه حكومية أيضاً، هذه أولاً. ولكن باعتقادي كان التوجه أكبر نحو دعم الشركات الوطنية وإتاحة المجال إلها بعملية تصنيفها وإعادة هيكلتها وإعادة تنظيم هذا القطاع بشكل عام ودعمه للحصول على مشاريع الحكومية بشكل أساسي، ومن ثم باعتقادي ممكن أن يكون لها هذه الشركات عندما تحصل على تصنيفات وتحصل على مشاريع طويلة ممكن أن يتم دمجها أو حتى أعطاها جزء من مشاريع اللي راح يكون عليها في مونديال 2022. يعني إعادة تنظيم هذا القطاع من جهة مشتريات الدولة وضبط الإنفاق، وإعادة أيضا دعم وضبط وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، عفوا الشركات الخاصة الحكومية، وإن كان يعني في مجملها حاليا تتوجه نحو القطاع الخدمي من أعمال صيانة وحراسة وأيضا نظافة وهذه القطاعات الخدمية، ولكن باعتقادي هذا الشيء سيأخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع إلى مستوى جديد من التنظيم وإعادة الهيكلة، رح يكون له أثر إيجابي ممكن يأهل هذه الشركات في مرحلة أخرى أن تحصل على بعض المشاريع الحكومية الكبيرة في مونديال 2022. نعم أيضا سيد حسام، نتحدث عن السندات التي طرحها المركز القطري اليوم، كيف ممكن أن تستثمر البنوك في هذه السندات وأيضا ما أهميتها بالنسبة لحركة الاقتصاد ككل في قطر؟ بالطبع هذه السندات تأتي ضمن المشروع الشهري اللي كان متبع تقريبا من عام 2008. كانت مصرف قطر المركزي يطرح أذونات خزينة وأيضا سندات قصيرة المدى، في الأغلب هي تستهدف البنوك المحلية ويتم عبرها إدارة السيولة في القطاع المالي. ومن فترة شهدنا يعني تذبذب واضح لهذه الطروحات، انخفضت قيمتها عما كنا نتعود عليه حوالي 4 إلى 5 مليار شهريا، انخفضت هذه المبالغ وحتى في شهر أو شهرين تم إيقافها، تعود مرة أخرى ولكن أيضا بمبالغ محدودة، تبقى ضمن عملية سياسة مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في البنوك وأيضا توفير السيولة في السوق وإدارة ضبط معدلات التضخم في السوق، لذلك تبقى ضمن نطاق محدود ممكن أن يستفيد منها البنوك بعملية استثمار السيولة السريعة في البنك للحصول على عوائد قد تكون يعني محدودة، ولكن أفضل من لا شيء، تعود بالنفع على المساهمين وعلى المستثمرين في السوق. نعم. ونشكرك جزيل الشكر السيد حسام عنبرجي المستشار المالي على إثراء كل هذه المواضيع. كشفت شركة مزايا القابضة في تقرير لها عن استحواذ السوق الإماراتية على نحو 58% من إجمالي المشاريع الإنشائية لدول الخليج. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. لا يختلف أحد على أن قطاع الإنشاءات الإماراتي هو صاحب النصيب الأكبر من سوق المشاريع العقارية في الخليج، إذ استمرت السوق الإماراتية بالاستحواذ على ما نسبته 58% من إجمالي المشاريع الإنشائية لدول الخليج، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، كما استحوذت دبي في نفس الوقت على نسبة تجاوزت 44% من إجمالي عقود الإنشاء في الخليج، وذلك خلال نفس النصف. قدرة قطاع الإنشاءات في الإمارات على مقاومة الضغوط المالية والاقتصادية مثل أبرز العوامل الداعمة لنمو هذا القطاع بحسب شركة مزايا، والتي أشارت في تقرير لها إلى أن توفر مصادر خارجية للطلب على المنتجات العقارية في الإمارات قد ساهم بشكل رئيسي في المحافظة على استمرار الطلب في ظروف الانتعاش أو حتى في ظل ظروف التراجع، في حين أن الخبرات المتراكمة لدى شركات قطاع المقاولات في الإمارات قد مكنتها من المحافظة على أداء جيد في معظم الظروف.
لكن ومن ناحية أخرى فإن قطاع المقاولات الإماراتي قد بدأ كغيره من أسواق المنطقة بالتأثر من تراجع مؤشرات السيولة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا في حجم الاستثمارات العقارية خلال العام الحالي والقادم بحسب شركة مزايا، في حين أن لاشتداد عوامل المنافسة ولا سيما مع تراجع وتيرة النشاط في المنطقة دور مؤثر أيضا على أداء القطاع في المستقبل المنظور، مما قد يضع أداء القطاع في الإمارات أمام العديد من التحديات في الفترة المقبلة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم مسار السوق، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.